ورحمة الله وبركاته، تأخرت في التسجيل لأن رحت الباثروم. أنا رجعت أسجل، ما تحركت أنا من النقطة اللي كنت فيها. البانثر خايف رجع. أوه، إحنا متقدمين عن العدو بواجد، بس الظاهر إن العدو يحاول إيش يقتحم. بس بالرجعة للخلف ready to fire. Enemy armor is damaged. Enemy armor is destroyed. Ready to fire. Target unlocked. Target acquired. We didn't penetrate their armor. We're done for. Everyone get out. سبحان الله. شيء جديد. عندك ما تعرف هل هو برازيلي هل هو فرنسي. صراحة اثبتت لي ان الباب على الانتظار ما تستحمل يعني واجد. ترى ما هو بزين هاي البانثر. بانثر وان يقعد الفراغ ويحرس الاهداف. بقيت 4 دبابات اللي هي تي واحد نفس في 3 انواع من نفس الدبابة. الاسترويير تانك يمكن هي هذا اللي دمرت مع دبابة ثانية، لان دبابتين كانوا يطلقون علي فحاولت انسحب ما قدرت. اول النزلة كانت شوية بعيدة بعيد مسافة اكثر. خلاص شوفنا بعد ما طولنا في ذا الجيم واجد، لأن احتلينا الموقع ودمرنا الرقابات واجد. واو شو ذا الشيء اللي مدمرنا. والله ما بقاش 32 دقيقة. نضغط الزر عشان. يلا مع السلامة.